السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، معكم أخوكم خالد الفهيد. حبيت اليوم أقدم أسرار وأساليب التفوق الأكاديمي على بركة الله نبدأ. فعلياً سميت أسرار وأساليب، فعلياً الأساليب راح تكون غالباً أنها معروفة لدى الكل، أو يعني سمعناها من يوم الأصغر، من يوم الابتدائي انتقالاً إلى الماجستير، كل المعلومات معروفة. لكن اللي أحب أأكد عليه أنه راح نقدم أسرار، كيف من هذه الأساليب والطرق أقدر استطيع ان احققها. بالبدايه راح نتكلم عن التهيئه النفسيه، بعدين المذاكره، ثم الاختبارات. يعني مثال الاختبارات، كثير منا قد يعني يمر بمشكله انه يقول انا عارف الجواب، ادخل قاعه الاختبار وانا مذاكر صح، اول ما توصل ورقه قدامي صح ولا شيء موجود، احاول استرجع المعلومه ما اقدر. طيب راح نتعرف ان شاء الله خلال هذا المحاضره السريع عن اساليب كيف انك ترجع المعلومه هذه. اول كلها اول شيء التهيئه النفسيه. طبعا مهم ان الواحد يكون عنده تهيئه نفسيه. راح بالبدايه اذكركم بعض الامثله على الهمه العاليه عشان الواحد، احنا نتكلم عن المتفوق، ما نتكلم عن واحد تخرج تقدير عالي. اول شيء الله عز وجل ذكر باواخر سوره الفرقان اخر 10 آيات كانت جميله، انه يصف فيها عباد الرحمن. عباد الرحمن دعوا الله دعوات، ما يهمنا بهذا الارض من دعواتهم، قال ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إمام. دعوا الله عز وجل أن يكون إيش من المتقين. دعوة أن الواحد يكون متقي هذه بحد ذاتها نعمة، أنك تكون من المتقين الحمد لله، خلاص الواحد يكون يكفيه هذا الشيء. لكن نرجع للآية، قال واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا يا الله أحسن أولئك المتقين، مع علمهم أنهم ما راح يحصلون هذا الشيء بجهدهم ولا بطاعتهم ولا بعبادتهم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم سئل قال يا رسول الله يدخل الجنة أحد بعمله؟ قال لا، ولا حتى إيش أنا، لكن إيش برحمة الله. فالله عز وجل يربينا ويعودنا أن الشخص مع أنه ما يقدر يسوي الشيء، لكن توفيق الله ومساعدة الله راح إيش يستطيع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عمر بن عبد العزيز يقول عن نفسه، يقول كانت لي نفس أمارة تواقة للولاية فنالتها، بعد ذلك انتقل هدف آخر الخلافة، فنال الخلافة، بعد ذلك الجنة، نسأل الله له الجنة. الشيء الثالث، عبد الله بن عباس هو توفي الرسول عليه الصلاة والسلام هم ما بلغ 13 من عمره، يعني 13 سنة. يقول كان جالس يوم مع فتى من الأنصار فقال له هلما نطلب العلم، يعني خلينا نروح ايش؟ نطلب العلم. قال أتطلب العلم وفينا يعني مشايخ الصحابة، فينا أبو بكر، فينا عثمان، وفينا علي، كل ذولا وين أنت تطلب العلم؟ وأنت صغير وينك؟ من الناس اللي بيحتاجونك؟ فيقول هذا الفتى من الأنصار، فتركت اشتغل بالتجارة واشتغل عبد الله بن عباس ايش؟ بالعلم، حتى سمي ايش؟ حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. فيقول عن نفسه هذا الأنصاري، فلما عدت بعد فترة يعني وجدت عبد الله بن عباس من صلاة الفجر لا انتهت الصلايب يدخلون الناس، يدخلون أهل التفسير. يقول أي واحد سؤال عند التفسير يدخل، لا خلصوا أهل التفسير قال اخرج، يدخلون أهل النحو، أهل البلاغة، حتى أهل العلوم كلها. فهذه نقطة مهمة أحب أأكدها. طيب كل واحد فينا هنا متأكد أو يذكر عنده أمثلة للهمة العالية كثير، كأنك تقول ما جبت لنا شيء جديد، كل واحد يقدر يجيب مثال، كأنك جبت قفل حطيت علينا، كل هذه المعلومات نعرفها، لكن وش السر؟ وش الهدف؟ أنا عندي همة عالية بس كيف أحققها؟ نلتقط النقطة الأهم. كيف أحقق الهمة العالية؟ أول شيء كن متوكل على الله، الله عز وجل يقول إيش؟ يعني الله اليوم ممكن يكون متوكل، ومثاله على ذلك عباد الرحمن كانوا إيش؟ متوكلين. وكذلك أذكر هنا قول جميل لابن القيم، يقول ابن القيم لو كان الشخص المسلم يعني مأمور يعني في أمر أنك تسيل جبل من مكان، يعني واحد قالوا هذا جبل انظر من هنا حطه هنا، لكن الله مأمور بهذا الشيء، أنت توكلت على الله حق التوكل، يعني توكلت من صميم قلبك، قلبك موقن أنك أن الله عز وجل بعينك لا استطاع. طبعا فعليا ما حد راح يقول لك بالمدرسة انقل جبل، إن شاء الله كل واجبة راح تكون أسهل. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الواحد يكون متفائل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الفعل يكره التطيب، حتى مثال على ذلك على التشاؤم، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مرة على أحد من مشايخ الأنصار شيخ كبير جته حمى، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام برحمته المعتادة بأمته، فدخل يزوره فقال له طهور إن شاء الله، قال له طهور، يدعو له الرجل المريض، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مستجابة، يدعو له، فقال له الشيخ طهور؟ كيف تقول لي طهور؟ انا شيخ كبير وفيني حمى، يقول لي طهور؟ بل حمى تفور تزير القبور على شيخ كبير، يعني وين تدعي لي؟ وانا ايش شيخ كبير؟ وين تدعي لي الله يشفيني وانا فيني مرض؟ فقال
قال الرسول عليه الصلاة والسلام فهي كما قلت. يعني الرسول تعالى في البداية بالشفاء قلت لا، لكن ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكانه حتى سمع صراخ المنزل انه توفي هذا الرجل. فالواحد يكون متفائل، مرات الواحد هو يجيب لنفسه ايش المشكلة. الشيء الثالث عشان تحقق الهمة العالية ان يكون عندك ايش مستمتع بدراستك. صدقني 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 ما راح تتفوق الا انت لما تحس انه هذا مو واجب عليك. يعني الواحد فينا يمكن يجلس ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة على بلاي ستيشن ولا على موفي ولا على اي شيء ولا يمل، لانه هو مستمتع بهذا الشيء. فعليا لما تخلي الدراسة متعة الحمد لله حققت شيء كثير، لانك بالنهاية الوقت هذا قاضي قاضي سواء كنت مستمتع او لا بالنهاية ايش؟ جالس الاربع سنين الله يعينك. ننتقل للنقطة اللي عندك واحد تحدي. انا لو اقول لكم في تحدي الان راح ينعرض وعرض على مليون شخص ولا احد استطاع ان يجاوب هذا التحدي. اتحداكم انتم الان جاوبونا. بحط حاول قراءة هذا النص. طبعا يمكن بعضكم حاول قراءة، بعضكم خاف. طبعا الجواب بسيط جدا، هي عبارة عن مسافات. لو الواحد الان فيكم حاول يحط مسافة بشبك الكلمات، الاخوان ما اعطوني وقت اكتب فشبكتها مع العجلة. فطلعت فقلنا خليها حاضر. ففعليا الحال نص سهل، لكن قد يكون الواحد مع تخريبه لنفسه او الوهله الاولى للشيء يقول ما في امل اسوي هذا الشيء وين. لكن فعليا الحل بسيط والمفتاح ايش؟ صراحه بحرف مسافه. طيب الان ننتقل لاساليب التفوق. طبعا اثناء الدراسه بعض الاشياء معروفه نعرفها من يوم النصاب. يقول لك ركز يا اخي، يا اخي لا تدخل الفصل الا انت مركز يا اخي، من يوم النبزران يا طالب ركز يا طالب ركز، نعرف هذا الشيء ركز. طبعا مع المحاضر مو مع زميلك اللي يلعب ولا بالجوال. الشيء الثاني اسال ناقش يقول لا ينام علم مستكبر او مستحي. اذا انت ما ناقشت بالفصل ما راح تثبت المعلومه عندك. يعني مثال لما نسولف مع واحد انه واحد عنده خوي يقول هذا خوي راح مناقشات معه انا وياه دربي على المناقشات، ترسخ عنده المعلومه. ليش؟ لانه يناقش ناقش. الشيء الثالث اكتب اهم النقاط، يقول العلم قيد والكتابه صيد فقيد علومك بالحبال والثقات. هذا كله نعرفه. اكتب بأي وسيلة، أما تدخل فصل وتطلع داخل الملاهي وطالب ملاهي ما يفهم، اكتب أي شيء، أهم النقاط. طيب هذه المعلومات كلها نعرفها، كيف أحقق هذه الأمور؟ كيف أصير أركز؟ يا أخي أنا ما أقدر، يا أخي أنا حاولت ألف مرة إني أركز، ما قدرت، شو الحل؟ الحل بسيط، الحل حب المادة. المشكلة أغلب الشباب يدخل الفصل يا الله لا المدرس ما أبغى راسه، قسم بالله أجلس بالبيت أروح، يمينا بالله مضيعة وقت. لا والغبن معطينا مادة بيولوجي وأنا مالي دخل فيها، تخصصي هندسة، يا أخي تضيع وقت مو تبع دراستي. كل هذه الأمور بالنهاية راح تنعكس على نفسك. أنت إذا فعلياً دخلت الفصل وأنت قاعد تقنع نفسك المادة هذه مين فايدتها؟ الدكتور سيء، المدري إيش سيء، ما أنت قاعد تركز. الحل ما أقدر أركز، أقنع نفسك، يا أخي ببساطة أقنع نفسك، أقل شيء ما راح تطلع من هذه المادة إنك إيش؟ طبعا ما راح تتخرج من الجامعة إلا لما تخلص كل المواد. لو مادة واحدة بقيت لك لا لازم تاخذها، أقل شيء تاخذ تقدير عالي فيها. بعض الناس يقول ما أقدر، أقول لك الله يهينك ما أبغى أقول كذاب، نختار كلمة ثانية أقول تستطيع. ليش تستطيع؟ هذا الواحد فينا يمكن يركز على مباراة قوة ساعتين ويعرف أدق التفاصيل، والله بالدقيقة فلانية طرد فلان وهذا الكورة غلط وأنا مستعد أوريك. يعني أنت تقدر لكن إيش؟ ما سهل، فأقنع نفسك. الشيء الثالث تهيئة المكان. من المستحيل جدا ان الواحد يركز وهو جالس بالصفوف الاخيره. الصفوف الاولى يعني بتسوي جلس بالصفوف الاخيره اكيد بتركز، بس لازم تركز مع زميلك اللي بجنبك. طيب الان ننتقل للمذاكره والمراجعه. انا على مجال اذكر لان المعلومات هاي غالبا ما تكون موجوده عندك. لكن انا يهمني الاسرار. المذاكره والمراجعه، اول شيء خطط المذاكره جدول مع وقت زي ما تفضل الاخوان قبلي ذكروا هذه النقاط وهذا مهم. اما مساله تخليها على هوا الامور ان شاء الله اذا الله يسر فالله بيسر اكيد، لكن يمكن بعد نهايه الترم. فلازم يكون عندك ايش؟ جدول تعرف متى تذاكر، يعني مو شرط بالدقيقه يعني لكن الواحد لكن مبدئيا. النقطه الثانيه قدم المهم فالاهم. جميل امس كنت اقرا كذا لكن سبحان الله بالصدفه وجدت هذه المعلومه. يقول لك انه في واحد من الباحثين حاول يبحث عن صفه مشتركه بين جميع الناجحين على مستوى العالم. يقول بعد بدا يبحث عن ايش الذكاء، يبحث عن الجد والاجتهاد، يقول بحث لكن على حسب رايه ودراسته خلصت الشيء. يقول ان جميع الناجحين صح عندهم ذكاء، صح عندهم جد واجتهاد، لكن الميزه اللي ميزتهم انهم كانوا يقدمون المهم فالاهم. مشكلتنا احنا هنا يجي الواحد بكره عنده اختبار وعنده واجب
الاختبار عليه 5%، الواجب عليه 30%. ثقافتنا بالسعودية الله يهينك الاختبار رقم واحد. لا، الاختبار عليه ترى مو قرار منزل، الاختبار عليه 5% والواجب 30%. الأهم الآن هنا وشو؟ ها يا شباب الواجب. لكن ثقافتنا إلا الاختبار لا بعد عنه فيك تستهبل. لا مو صحيح، الواحد يقدم المهم فالأهم، يكون ذكي. مو مسألة إن الأمور يعني شيء تعود عليه إنه دائما يسوي. النقطة الثالثة، لخص دراستك، لخص بأي طريقة، سواء بالكروت الصغيرة، سواء بورق. مثل التلخيص شيئين، إنه يساعدك أثناء المذاكرة. الشيء الثاني إيش؟ إنه راح يساعدك بالاختبار، إنك بدل ما تقرأ 300 صفحة راح تقرأ إيش؟ 20 صفحة. الشيء الثالث، كون مجموعة مذاكرة، أكد على كلمة مذاكرة وليس مجموعة بلوغ أو شيء آخر. صح حلو إن الواحد يجتمع، لكن مو يكون اجتماعك تضيعك. لازم ميزة المجموعات، أنا يكون يغيب عني شيء، زميل الحاضر عندي شيء، مع بعض نوصل المعلومة بشكل إيش؟ ممتاز. طيب يقول واحد أنا ودي أذاكر، لكن تبي الصدق ما هو يقدر أذاكر. شو المشكلة؟ إني ما أقدر أذاكر. أنا أقول لك إيش؟ بالسابق كان إيش؟ كنت لو إنك ما عندك شيء أبوك يقول لك إيش؟ قم ذاكر. ما عندي شيء، قم ذاكر، قم ذاكر. والآن أنت بحالك براسك، ما حد يقول لك راح ذاكر، فما عندك النفسية. أنا ودي أذاكر، ودي أنجح، عندي هم، لكن إيش؟ ما حد يقول لي راح ذاكر. كأن هذا المفتاح اللي هو أبوك كان يقول لك راح ذاكر راح. الحل بيدك، أنا ما راح أظل أديك هذا الحل. ببساطة حفز نفسك. أنا أقول لك حفز نفسك، لأن فعليا أنا ما أقدر أساعدك، أنا بقول لك ذاكر. كلنا نعرف أحسن أساليب المذاكرة، نقدر الواحد فينا يكتب أحسن جدول، لكن إذا ما عندك التحفيز من ذاتك ما راح يقول هذا منه هذا اللي يعرفونه. خليها لكم عشان تعرفون منه اكتشاف. العديد من التجارب الفاشلة في الحياة تكون عندما لا يدرك الناس أنهم كانوا قريبين من النجاح، عندما استسلموا. أنا لم أقم بألف تجربة فاشلة، بل تعرف على ألف طريق لا يؤدي الحل صحيح. نقطتين من هذه المقولة. النقطة الأولى، أغلبنا ليش يفقد تركيزه بالمذاكرة أو حتى همه بالمذاكرة؟ تلقى اليوم ذاكر، حاول يحل مسألة ما مشت معه، بكرة حاول يحل مسألة ثانية ما مشت معه، قال يا رجال ريح راسك، الدراسة دي إيش؟ مثل أغلى. لكن هنا يقول لك كنت قريب جدا من الحل يوم إنك إيش؟ استسلمت. والنقطة الثانية نار التحفيز الإيجابي، يقول لك أنا لم أقم بألف تجربة فاشلة. إذا كما حليت حل غلط وقعدت تقول نفسك يا أخي أنا ما أقدر، أنا مو ما أقدر ما أقدر، لا، ناظر تحفيز النفس يقول ما قمت بألف تجربة فاشلة، بل قمت، بل تعرفت على ألف طريق لا يؤدي الحل الصحيح، وجدتم تعرفون من هو هذا الشخص. الآن ننتقل للنقطة اللي عقبها، الاختبار. عند الاختبار يكرم المرء ويهان. طبعاً الضغوط النفسية علينا من يوم الأصغر والاختبارات أنشأت في رهاب حقيقي بيننا وبين الاختبارات. طبعاً في مشكلة معروفة عندنا كلنا، يعني ما نبغى نحقوق سعودية أو شيء، عند أغلب الطلاب المشكلة أثناء الاختبار يجيك سؤال المعلومة براسك والسؤال تعرفه، تحاول تتذكر ما تقدر، تطلع من باب الاختبار لقيت معلومة على طول، تلقاه مع العلم إنك كانت مخك وإنك ما سألت واحد من أخوياك ولا إيش حتى فتحت كتاب. ها كم واحد صارت في هذه المشكلة؟ ها كلنا كنت يجي واحد يعرف المعلومة أول ما يطلع من الباب يقول والله أعرفها. شو المشكلة يا شباب؟ المشكلة باختصار عشان نعرف إجابة السر خلف هذه المعلومة ونقول السر كيفية طبع الدماغ. فعليا الدماغ عشان يسترجع معلومة، هذا علميا يقولون، طبعا تتخانقوا معهم إذا كانت معلومة خاطئة، لكن يقول لك علميا الدماغ يحتاج ثلاث أشياء عشان يسترجع معلومة، يحتاج طاقة، يحتاج استرخاء، يحتاج هدف. الطاقة طبعا تجيك من الغذاء، وهذا أكيد، طاقة غذاء، طاقة نوم، يعني مخك لازم يكون شبعان، نوم لازم تكون مفطر، هذا الشيء الأول عشان تسترجع إيش؟ المعلومة. الشيء الثاني استرخاء، طبعا بعض الناس هذا أصعب تحدي وقت الاختبار إنه يكون مسترخي. فعليا الدماغ أنت لما تضغط تقول والله مر علي هذا الجواب، والله أعرفه، هذا بالسلايد اللي فوق، هذا حليت عليه واجب، هذا مر علي قبل، والله راح الوقت، راح نص الوقت، ما أقدر أرجع معلومة، ما أقدر. أنت قاعد تضغط نفسك وتعطي دماغك إشارات إنه استحالة راح يرجع المعلومة اللي أنت إيش؟ تبغاها، أنا قاعد تنهب دماغي، والله مر علي معلومة أعرفها، لا ريح. الشيء الثالث يكون في هدف، الدماغ يحتاج هدف يبحث عنه، يعني بعبارة أخرى مو هو وحي من السماء، المعلومة لازم تكون مر عليها، يعني الله لا يهينك، إذا ما مرت عليك ما راح تقدر تسترجعها. طيب هذا سر عمل الدماغ. طيب الآن يعني هذا حبيت أبذل عليه أكثر وقت الاختبارات. وش الأساليب والطرق والأسرار اللي يخلي الواحد يختبر
وهو مطمئن وهو مرتاح. نقول على بركة الله أسباب التفوق والخبرة. في ثلاث أمور، طبعاً كل ثلاث أمور هاي تحتها كذا شيء، لكن النقطة الأولى أن الواحد يكون متوكل على الله، النقطة الثانية الثقة والاسترخاء، النقطة الثالثة تضييق الأسئلة. النقطة الأولى توكل على الله، أكيد بدون ما توكل على الله بدون ما الله يعينك ما راح تجمد. الشيء الثاني الثقة والاسترخاء. الثقة منين راح تجي؟ الثقة تجي بالتوكل على الله بالشيء الأول. الشيء الثاني الواحد يكون مذاكر، فعليا إذا الواحد ما كان مذاكر ما راح تجي. الشيء الثاني الاسترخاء. ليلة الاختبار ما أقول فتح ليلة يعني زي الإرهاب عندنا مسؤولية هذا ثالث سنة من له عنده اختبارات تلقى الناس مسكين. لا خل نفسك محدد يعني لدرجة لا تستقبل تلفونات من بعض الأشخاص المزعجين، يعني خلينا نقول مزعجين. لا تخلي جسمك في حالة من الخوف التوتر أو الفرح. يعني بعض الناس مثلا تطلع نتائج اختبارات يروح يشوفها، لا خل نتيجة الاختبار، إذا كان بكرة عندك اختبار لا تشوف نتيجة الاختبار، خل نتيجة الاختبار ما يبراحة، لأن لما تقدر تشوف نتيجة الاختبار بكرة عندك اختبار قد هذه النتيجة تساعدك تفرح مرة وتروم ولا تذاكر، أو تزعلك مرة وتأثر عليك برضو إيش ما تذاكر. فلا خل حاول دوما إنك تكون برضو إيش هذه مسترخي، وأهم شيء إنك تكون ماخذ كمية من إيش للنوم. الشيء الثاني تنظيم الأسئلة، وهذا اللي ببذل عليه الوقت الأكثر. إحنا تعودنا أقرأ السؤال، سؤال أول جاوب عليه، ما قدرت تجاوب جاوب عليه، ما قدرت تجاوب جاوب عليه، ما قدرت تجاوب جاوب عليه. يمسك الواحد السؤال الأول يقدر يفحص فيه ساعة ساعتين ثلاثة ما عنده مشكلة، بعدين السؤال الثاني، بعدين السؤال الثالث، كأنه قرآن من السماء إنك تبدأ بالسؤال الأول في الثاني في الثالث. ترى معلومة يعني هنا يمكن تستفيدون منها، ترى أرقام بس عشان يساعدهم يصححون وليست أولوية حل الإجابة. فعليا كثير منا يدرك عن السؤال لا، يعني قد يكون بعض الناس نصائح وقد يعني شيء أنا جربته. في أقسم الأسئلة ثلاث أشياء: سؤال سهل قصير، سؤال سهل طويل، سؤال صعب. سؤال سهل قصير أقصد فيه السؤال اللي أول ما تقرأ السؤال أنت عارف إجابته بدون ما تحتاج مخك إنه يفكر ثانية، عارف إجابته، تعرف إن إجابته قصيرة، يعني إجابته جملة جملتين أو معادلة رياضيات سطر سطرين. هذا سهل، هذا الأسئلة اللي تبدأ فيها تقرأ السؤال الأول سهل وقصير إجابته حلو على طول. انتقل للعقبة صعب اضمره ولا تفكر فيه، بس اقرأه اقرأه، لأني برجع لهذه النقطة. الشيء الثالث سؤال سهل وطويل، قريت السؤال الثالث سهل تعرف إجابته لكنه طويل، تدري إنه مثلا نوعية حل الأسئلة هذه يحتاج مثلا منك 10 دقائق طبعا مسائل الرياضيات أو حتى يعني العلوم الأخرى بالحاسب أو شيء، تعرف إنه يحتاج وقت. هذا اكتب رؤوس الأقلام اللي تحتاجها وانتقل للسؤال العقبة سهل قصير حل. شو الميزة؟ الميزة السؤال السهل القصير لو حليت كم هي كبيرة راح تعطيك ثقة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني السؤال السهل الطويل لما تكون مخلص كل حال الأسئلة السهل القصير تكون جمعت كمية درجات تعطيك ثقة وتريح. السؤال السهل الطويل لما تبدأ تحل فيه مخك سبحان الله السؤال الصعب، وهذه جربوه، السؤال الصعب راح يجي له إشارات لأن مخك لما أنت قريت عليه هاي سبحان الله من الله نعم علينا بالعقل، مخك قاعد يدور لك كذا يبحث عن أي شراب عن هذه المعلومة اللي أنت مريت عليها. فأثناء حلك بالسؤال السهل الطويل المخ قاعد يبحث عن السؤال الصعب. أول ما تجيك إشارة للسؤال الصعب من مخك وجربوها وراح إن شاء الله تشوفون يعني نتائجها، وقف حل السؤال السهل الطويل، حط خط واكتب إني برجع له وانتقل على طول للسؤال الصعب. مشكلتنا أغلب الشباب يضغط نفسه إنه إيش؟ لا والله ما قدرت، أوه راحت الدرجة، الحين إيش أسوي؟ الحين أنا راسب. لا أبداً ادخل الاختبار وانت ثقتك بالله كبيرة الشيء الأول، وادخل الاختبار وانت قلت باخذ A بلس ما عندي أي مشكلة، يعني شو المشكلة؟ مو شيء صعب وذاك الشيء. الشيء الثالث خليك دوّن وروّن، يعني حتى لو راحت منك بعض الأسئلة لا تخلي نفسيتك تنضغط إنها راحت علي أسئلة، راحت علي أسئلة، راحت علي أسئلة، بالعكس هذه الأمور هي اللي إيش؟ تضيع عليك الاختبار. طيب ملخص العرض، بالبداية تكلمنا عن الواحد يكون كيف همته عالية، بعدين إن شاء الله مع التوكل على الله عز وجل راح يعينك، مع الجد والاجتهاد والتخطيط والمذاكرة راح إن شاء الله تحفيزك لنفسك، راح تسترخي ليلة الاختبار، ثم ثقتك بالله ليلة الاختبار إن شاء الله راح تكون متخرج بإذن الله بامتياز. شاكرين لكم حسن استماعكم والله يجزاكم خير على مصر. سلام عليكم.